اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده والفطار مع شعب شقيق على المصريين وحبيب المصريين الشعب الاماراتي ودوله الامارات اللي بنوجه لها تحيه كبيره من ارض مصر ارض الكنانه. كل عام وحضراتكم بخير. هنفطر معاكم النهارده. اشهر الاكلات في المطبخ الاماراتي السريد باللحم، له طريقه كده في تنفيذه وعمايله بتدي احساس بثقافه المطبخ الاماراتي وجماله ورونقه، من توابل، من لحم ضاني، من العيش المحمص اللي بيخش على اللحم بيبقى لطيف جدا، والاكله دي بتتعمل في المناسبات. تعالوا نشوفوا تفاصيلها مع بعض ونشوف العيش الحلو اللي هو الاساس في موضوع السريد باللحم من المطبخ الاماراتي. هنعملها النهارده لحضراتكم مع بعض، وفيها بطاطس وفيها جزر وفيها كوسه وليها اسرار، وانا النهارده هنشوف تفاصيلها مع بعض. معانا كمان الحلو حلو اماراتي اللي هي اللقيمات، اللقيمات الاماراتيه بدبس التمر، بتبقى من جوه طريه ومن بره مقرمشه. هنعملها لحضراتكم النهارده ونقدمها وتبقى لطيفه وحلوه، وانا شخصيا بحب الحلويات اللي بالنوعيه ديت لان قيمتها الغذائيه عاليه كمان وما بتبقاش فيها سكر كتير. معانا كمان طبق مشهور جدا، البوريك. البوريك باللحم بالدجاج مشهور في الدول العربيه، هنعمله النهارده بالبطاطس والجبنه الموزاريلا، وياخد فليفر من البقدونس، بيض، كزبره حسب الرغبه، ونشوف هنحمره ازاي بعجينه الجلاش غير السمبوسه، عجينه السمبوسه غير عجينه الجلاش. معانا شوربه كمان، الشوربه دي مشهوره في المطبخ العربي وخاصه المطبخ الاماراتي اللي هي شوربه القرع، هعملها النهارده بالكريمه. ممكن تاخد كزبره خضراء، ممكن تاخد اي فليفر احنا حابينه، والهيل اللي هو الحبهان. هنشوف ازاي نعمل شوربه القرع بالكريمه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا وخاصه القرع بتاع ارضنا اللطيف الحلو اللي باين على الشاشه اللي حضراتكم شايفينه. حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده من المطبخ الاماراتي اللي بوجه له تحيه كبيره من ارض مصر ام الدنيا، وعشان كده هنعمله بكل تفاصيله لان رمضان في مصر حاجه تانية والسر في التفاصيل. وعلى شاشه القناه الاولى يوم الاربع بنخش كل المطابخ العربيه، يوم الخميس بتكون عزومه مصريه على طبليه بتلمنا كلنا وتجمعنا، يوم السبت يوم الجمعه من كل اسبوع بتبقى اكله سمك. هنطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. هنبدا طبعا اشهر الاكلات في المطبخ الاماراتي السريد باللحم. ميزه الاكله دي للامانه بتبقى فيها كل العناصر الغذائيه. مش بقادرها على الشاشه، لحم ضاني حسب عدد افراد الاسره. كتف ضاني يتقطع كده يبقى حلو، بعظمه او من غير عظمه حسب الرغبه، ولكن يفضل ان ما يكونش فيه عظم. ولو فيه عظم يتخلي العظم بعد ما يستوي. معانا كوسه، معانا جزر، معانا بطاطس، معانا معلقه من الكركم او الزعفران الغالي مفيش مشكله، بديل له الكركم عشان نعرف برضو الدنيا ماشيه ازاي. معانا بقى السر في موضوع التوابل. التوابل دي هي عنوان المطبخ العربي الخليجي. اللومي نوعين، في منه الاسود نشوفه كده يا شباب، وفي منه اللي هو اللون اللي مد على صفار ده اللي ظاهر قدام حضراتكم ده، ده اللومي، ده المشهور في دوله الامارات. اما الاسود ده مشهور جدا في السعوديه. انا حبيت اجيب الاثنين بالظبط مع بعض عشان نبقوا فاهمين التفاصيل الصغيره. لما نيجي ناكل الكبسه او الكبيس او الاكلات البرياني او المندي او المكبوس او اكله السريد بتبقى فيها اللومي الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ده فيه مزازه كده وحلو ولطيف اهو على ايد اهو. والدرسين اللي هي القرفه الخشب، والحبهان اللي هو الهيل، والقرنفل اللي هو المسمار، دي المسميات في الخليج والمسميات عند العطار عندنا في وسط البلد. لومي اللي هو الليمون الجاف منه نوعين، هنجيب النوع ده، وعندنا القرفه اللي هي الدرسين الخشب، وعندنا الحبهان اللي هو الهيل، وعندنا القرنفل اللي هو المسمار، زائد الملح والفلفل وشويه الكركم. هي دي التوابل اللي لازم تكون موجوده في اكله السريد باللحم. طب يا شيف مغازي التايم بتاع الحلقه بتاعتك تقريبا 50 دقيقه مشفيين. هتضحك علينا؟ ده الاكله دي عايزه 4 ساعات شغل. عايزه 4 ساعات شغل. وطريقه تسويه اللحمه في دوله الامارات بيعجبني، بتلاقوا اللحم واخد لونه الطبيعي الحلو، اللون الابيض اللي هو الريم بتاع اللحم ما يسودش اللحم. اللحمه مستويه واخده البهارات بتاعتها الخفيفه، لان لسه هتخش على موضوع تاني. فانا هنا كسبت الوقت بتاعي وسويت اللحم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ومعايا شويه شوربه حلوين علشان اكسب وقت ونشوف في الاخر الطبق المشهور في مطبخ الامارات. طيب القصه هنا بقى، عشان برضو انت لما تشتغلي في المطبخ مش هتقفي 4 ساعات في المطبخ،
وانا دوري ان انا سند ليكي في المطبخ، تعملي الاكل اللي نفسك فيها في وقت قليل جدا وباقل تكاليف وبطريقه سهله وبسيطه ومبسطه. انا عندي هنا السمنه البلدي في قلب الزيت، بجهز بقى للسريد اللي هي المرحله النهائيه اللي هينزل عليها الخبز المقرمش المحمص، وبحمر بصلايه بالشكل ده كده، ولازم البصلايه تاخد لون بالتوابل زي ما انا شغال كده. اه هنحط اللوم الجاف بالشكل ده كده، وبناخد كده واحده نكسرها كده عشان ناخد المزازه اللي جواها، او ان كلهم تكسرهم بالشكل ده كده الاثنين واحد. السؤال اللومي ده الاسود والابيض ده كده، ده فيه شويه مزازه شويه وده ما فيهوش مزازه كتير. تعالوا مع بعض، انا عايز اتكلم عن تفاصيل الاكله دي بعد اذن حضراتكم، لان دي مهمه جدا اللي انا بحبها فيها العيش، يعني بنت عم الفته اللي احنا بناكلها المصريه، فخلونا نعرف تفاصيلها بعد اذن حضراتكم. البصلية تتحمر في السمنه البلدي مع القرفه مع اللومي وتاخد اللون ده. لازم البصلية استنى عليها تتحمر وما تنزليش بالثوم، لو نزلت بالثوم الثوم هياخد لون ويسود ويمرر لك الشوربه بتاعت السريده، خلي بالك. اهو زي ما انا شغال كده، اهو التحميله دي مهمه جدا. ناخد التوم كده، خلاص البصله اتحمرت، ننزل بالتوم بتاعنا الكميه دي زي كده زي الفل، ونقلب كده. وفي مرحله التحمير يا عم الشيف بننزل بالخضار معانا، الخضار بطاطس تتقطع بالشكل ده كده تبان شخصيتها في قلب السريد، معانا كوسه، معانا جزر. الجزر ده انا سلقه للامانه نص سوا، انتوا عارفين المصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، يعني الجزر ده لو نزل ني دلوقتي الوقت مش هيسعفني انه يستوي، فانا نزلت واخده نص سوا شويه كده. كميه الخضار حلوه بتناسب كميه اللحم، وابدا انشيل اللحم بتاعي بالراحه كده واخده من هنا كده اسقطه على الخضار. اه اللحم بالشكل ده كده بنشيله اهوت، الله، وناخد شويه شوربه حلوين مش كتير بس عشان نقلب اللحم. هي الفكره كلها انا عايز اللحم يشرب التوابل. الطريقه دي حلوه. بس خلاص، ونقلب الكميه دي كلها مع بعضيها. لازم الخضار ده يشرب من اللحم واللحم يشرب من الخضار، والتوابل اللي انا حاططها لسه ما نزلتش بالملح ولا الفلفل الاسود اللي هو الحب. ادي الشوربه بتاعتي رايقه وفله ازاي، تعرفي ان اللحم بتاعك حلو وعايزه اللحم يبقى مستوي ولونه ابيض. تنزلي باللحم ده في ميه مغليه، تسيبيه من غير اي بهارات خالص، ما تحطيش بهارات ناعمه على اللحم عشان ما يسودلكيش اللحم. بعد كده تنشيل الريم اللي على وش اللحم وتروقي الميه الشوربه بتاعته، او تغيري الميه ما فيش مشكله، وتنزلي بعد كده بالبهارات الخشنه. انا هغطي الحله دي كده واسيبها تستوي وتعيش مع نفسها، مش هتاخد وقت كتير لان اللحم عندي مستوي، وعندي كمان الخضار مش هياخد وقت كتير لان النار بتاعتي شديده والشوربه بتاعتي بتغلي. ابدا اظبط الملح بتاعي والفلفل الاسود اللي هو الحب بالشكل ده كده، بس لازم البهارات اللي انا قلت عليها في البدايه هقولها تاني، لومي الليمون الجاف والحبهان اللي هو الهيل والقرفه اللي هي الدارسين والمسمار اللي هو القرنفل، ونقلب يا عم الشيف الاكله دي كده ونسيبها تعيش مع نفسها. نبص على السريد قبل ما اغطيها، تفاصيلها دي مرحلة أنا خلصت منها، جمال الخضار مع جمال لون اللحم ولون المرق لطيف جدا مع التوابل الصافية الحلوة، حاجة تفتح النفس. هنغطيها بس ونسيبها تعيش مع نفسها. الأهم في الموضوع ده العيش. هتيجي يا شيف مغازي، يعني أنا أقعد لسه نخبز عيش؟ الواحد بيخش المطبخ خلصان وهو صايم. بص بقى، أنا دوري سند ليك في حاجة هتريحك من القصة دي، ودي بترجع للخبرة الطهوية اللي بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. عندك العيش السوري اللي هو خبز الشراك بيسموه في الأردن وفي فلسطين، ده موجود عندنا هنا بكثرة. إخواننا السوريين بيستخدموه في السندوتشات الشاورما أو سندوتشات الطعمية. بتجيبي العيش ده يا ست الكل وتشيلي أطرافه، الطرف ده كده أهو أهو، اللي هي العجينة اللي انا مش عايزها، اللي انا ممكن احطها مع اللحمه الاقيها كده عامله زي عجين تحت اسناني، واخد الرقه اللي هي بالشكل ده كده واخد الخبزه دي احطها في صينيه واحده واحده مع بعض كده علشان التفاصيل دي مطلوبه. صينيه زي دي كده، اللهم صل على النبي، اهي، وهدخلها الفرن.
الفرن عندك تكون درجة حرارته متوسطة، وحمص اللقمة دي، ده السريد بتاع اللحم من المطبخ الإماراتي، هتطلع معايا بالشكل ده كده. تفاصيل اهي، انا جاي من بدري ومحمر العيش بالتفاصيله ده كده باللون ده. سامع الصوت ده كده؟ اه الصوت ده حلو قوي، ده الصوت اللي انا عايزه. دي التفاصيل لغايه دلوقتي كده. الاكله خلصت، هنغرفها ازاي وتفاصيلها ازاي دي مهمه جدا لازم نتابعها مع بعض. خلونا طبعا هنطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل عايز اتكلم على حاجه مهمه، لان لازم اعملها مع حضراتكم علشان نبقى متابعين خطوه خطوه. عجينه الزلابيه مقاديرها على الشاشه، الاستاذ رحاب نطلع بمقاديرها قبل الفاصل، قصدي اللؤيمات. اللؤيمات هي الزلابيه، اللؤيمات من المطبخ الاماراتي بدبس التمر، عباره عن كوبايتين من الدقيق بياخدوا معلقتين من النشا، معلقه خميره، رشه ملح. بنعجن العجينه وبياخدوا معلقه نشا صغيره، وتبقى معانا بالشكل ده كده. فانا مع حضراتكم قبل ما اطلع الفاصل، خلونا نشوف قوام ولمسه العجينه بتاعه الزلابيه بالشكل ده كده. اهو اهو، جيبها لي يا شباب الله يوفقكم. اهي العجينه بتاعه الزلابيه، اهي اهي هي دي العجينه، لازم تطلع معاك كده بالشكل ده كده. اهو وتمطيها كده. اهو اهو شفت، تبقى معايا كده. اهي ادي العجينه، اهي اهي شوف رايحه جايه معايا ازاي. اهو رايحه جايه معايا، اهو اسماعيليه رايح جاي. اهو اهو ادي العجينه بتاعه اللي هي اللؤيمات من المطبخ الاماراتي. خلونا نطلع فاصل صغير واسيلس وعيش انا مع العجينه بتاعت اللطيفه الحلوه دي كده، عشان احمرها في قلب الزيت، وبعد كده تنزل على شربات من دبس التمر، مش الشربات بتاعنا بتاع الكنافه، لا شربات دبس التمر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي يا شيف؟ الحبهان، الدارسين، اللومي، اللون الحلو، الاسود، الليمون مش مرغوب هنا في الأكلة دي بالذات. خلي بالك التفاصيل اللي أنا بقولها دي مع المغازي. اللوم اللي هو ده ما تستخدميش الليمون الأسود بتاع الكبسة في أكلة السريد الإماراتي، لأن لها شكل ولها رونقها ولها شخصيتها، فلازم تظهر بكل تفاصيلها. الخضار لازم يستوي، والخضار بتضيفيه للحم بعد اللحم ما ياخد تقريبا 3 ارباع سوا، نسيبها على النار تعيش مع نفسها كده. ونرجع لشوربه القرع بالكريمه. المقادير على الشاشه، ازاي نعمل شوربه القرع بالكريمه. مقادير معانا: قرع عسلي، بصلايه ناعمه، فص توم. قرع عسلي، وده موجود على الطريق الزراعي وانا رايح على كفر الشيخ، بلاقيه بسم الله ما شاء الله الدنيا بتحسدنا عليه. سعره طبعا في متناول الجميع، بره ده سعره غالي جدا، يعني ممكن بينافس سعر الذهب والله. لا، وفي القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا. ده اليقطين، الأكلات اللي هي من قديم الزمن. الأكلة دي قيمتها الغذائية عالية جدا وما فيهاش أي مشاكل صحية. عندك سكر، عندك ضغط، عندك أي مش ما عندكش أي، ما تاكل منها زي ما أنت عايز. حلو الكلام؟ واللب بتاعه مفيد جدا. حلو؟ فبنجيب القرعايه حسب وزنها بنقشرها بالطريقه دي كده. اعلمك ازاي بتقطعيها، جزءك مثلا في البيت او بتشتري جزء منها، لانها شويه بتبقى سميكه فعايزه شويه عضلات. سكينه زي دي كده وبتشيل القشره اهو عشان ما تعوريش ايدك اهو، وهي على البلانش اه، وتقطعيه كده وفي قلب الحل اه. نبص عليه مخرجنا الله يديك الصحه اه، ده القرع اه. شوربه اه هتتقدم كده يا شيف، والله ممكن تنضرب في قلب الكبه ويبقى معانا تبقى ناعمه زي شوربه الطماطم كده بوريه، يا اما تقدميها زي ما هي. لو سالت الشيف المغازي انت بتحبها ايه، للامانه انا احبها بالشكل ده كده، اسيبها لغايه لما تتهري تبقى تفاصيلها باينه قدامي، لان شكل الانسجه والالياف بتاعه القرع العسلي فيها قدره الهيه. بصوا عليها كده، غير البطاطا، البطاطا لما بتستوي بتتهري، القرع العسلي لما بيستوي تفاصيله بتبان في قلب الشوربه، والميه بتاعته ما تترميش. الميه بتاعه القرع العسلي يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل اللي بيتابعوني، مش بطاطس بتسلقيها، والبطاطس كمان ميتها ما تترميش. نفس الميه دي تدخل في طبق الشوربه حال، او بتعملي بطاطس بوريه بتدخليها. طبعا هندخل دول كده نسلقهم مع بعض، احنا لسه معانا وقت، ده ما بياخدش وقت كتير في السوا.
وانا عايز اقدمها للامانه بنفس الشكل ده كده اهي، شوربه القرع العسلي بالكريمه. طب امتى نحط الكريمه يا ابو غازي؟ سؤال وجيه جدا. بمجرد ما تشيلها من النار وهي بتغلي وهي في مرحله الغليان بالظبط كده، ندفع لها النار ننزل بالكريمه اللباني. اه طيب، ايه اللي عندك يا ابو غازي دلوقتي؟ هعمل البوريك. هستاذنك يا استاذه رحاب، مقادير البوريك بالبطاطس والجبنه، والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. ايه هي؟ بطاطس مسلوقه مسبقا وبنفس الميه انا هرستها، ومعانا جبنه موزاريلا، معانا شويه بقدونس حلوين، ومعانا معلقه زبده لطيفه حلوه، وتعالوا معانا عجينه الجلاش في قلب الورقه انا مغطيها علشان ما تنشفش مني. هنزل بمعلقه الكركم الصغيره دي كده، تفاصيل بتاعه السريد الاماراتي من المطبخ الاماراتي اللي بنوجه له تحيه كبيره من مزبيرو والقناه الاولى. بديل الكركم انا حطيته، ممكن تستخدمه زعفران، اخواننا في الامارات بيستخدموا الزعفران الغالي والغالي للغالي. حلو. ممكن تستخدمي بودره الزعفران هنا، دي بديله له. مين يا استاذ؟ البوريك. مقاديره على الشاشه، عباره عن جبنه موزاريلا وبطاطس مسلوقه وبقدونس، ممكن نحط شويه زيتون وبيض. ضغطت الحله دي كده وتعالوا نشتغل فيه واحنا مع بعض كده سريعا. اللهم صل على النبي. العجينه بتطلعيها على طول بمجرد ما تيجي تشتغلي بالشكل ده كده، تعملي بقلاوه، تعملي صينيه جلاش حلوه. لازم عجينه الجلاش طبعا في رمضان، الجلاش ده في كل منطقه بيتباع. التفاصيل عندنا في الشهر الكريم في مصر بتاع البقلاوه، بتاع الفطاير، بتاع القطايف، بتاع الكنافه، بتاع الفول اللي في كل حته وفي كل مكان. عندي بطاطس مسلوقه، عندي جبنه موزاريلا، ده البوريك. حلو. وعندي بيض في المكونات. وعلى فكره حاجه يعني بديله للسمبوسه، مش كل يوم سمبوسه ولكن ممكن كل يوم فول. ادي البيض كمان واحده، ناخد دول زي ما هما كده ونحط لهم شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل. معانا شوكه، اللهم صل على النبي. ادي الفلفل الاسود، دايما الفلفل الاسود بيشيل الزفاره من البيض لو انت بتستخدميه في الاكل. في الحلويات بتحطي فانيليا، لما بتيجي سيره المعلومه والوقت المناسب للمعلومه مش ببخل عليها على حضراتكم. وشويه بهارات زي دول كده، ده مع البيض. بهاراتك على البيض. بقوا نسيج واحد. وانزل بيهم يا شيف على الجبنه والبطاطس واقلبها. حلو، تسلم ايدك. ومعانا بقى عجينه الجلاش، واديني من وقتك ما تبخلش عليا، الف لي 30 40 60 واحده. وجبه سحور مش هتقول لا، حاجه على الفطار مش هتقول لا، تزودي الجبنه في قلب الحشوه مش هتقول لا، عندك شويه زيتون في قلب الحشوه مش هتقول لا، عندك لحمه مفرومه مش هتقول لا، عندك فراخ مفرومه مش هتقول لا، وهكذا. دي عجينه، على فكرة العجينة بتاعت البوريك ممكن نحمرها في الزيت وممكن ندخلها الفرن حسب الرغبة. فأنا علشان أكسب وقت هعمل إيه؟ زي ما أنا شغال كده هلفهم وأدخلهم الفرن يتحمروا، أنا ما عنديش حاجة في الفرن. ده المطبخ، تعملي عملية توازن لاستخدامك في الحاجة وفي وقتك في طريقة السوى. لازم المثلث ده كده أهو، بالشكل ده كده أهو. حلو أهو، نفس القصة. بوريك بالجبنه، ممكن الف واحد على ايدي بس انا حابب اعملها على الترابيزه عشان قدام حضراتكم. ممكن نصغر اهو، عينيا اهو بالشكل ده كده اهو. شفت مخرجنا بيقول ايه؟ بيقول الحجم ده مناسب ولا نصغر؟ بس انا لو صغرته يا فاروق هتبقى سمبوسه. انت عايز تصغرها بالشكل ده كده هتبقى سمبوسه اهي. دي بقى شكل السمبوسه اهي، بس مفيش دقيق هنا. عجينه الجلاش بتتقفل كده من غير دقيق اهي. ادي واحده صغيره زي المخرج ما عايزها. اي حاجه يطلبها مني المخرج بعملها، واجبي ان انا اسمع الكلام. نعمين. حاضر اهو، واحده كبيره صغيره ولا كبيره يا استاذ رحاب عايزاها؟ حاضر ماشي. شايفين الجو ده كده؟ املاها. حاضر يا فندم، هعلمها، دي بتاعتي.
زي ما هي كده اهو اهو شفتي اهي دي مش بدقيق دي ما بتتقفلش بدقيق زي ما هي كده اهي يا ويلي فيها جبنه يعني بروتين حيواني فيها بطاطس يعني كربوهيدرات ونشويات فيها بيض يعني بروتين حيواني يعني قيمه غذائيه عاليه جدا احطها هنا اعمل واحده ثانيه كبيره ولا صغيره قولوا لي ما يطلبه المشاهدون حاضر باش خلينا في الصغير حاضر يا فندم اهو بصراحة أنا بحبها بتبقى صغيرة كده مليانة الواحد بيقعد ياخد يعني ياكلها كده يحس إن فيها كده شفتوا العجينة أهي 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 مالكيش دعوة أنا حطيتها إزاي أهم حاجة هي تطلع في الآخر شكلها عامل إزاي أهو 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 وزي كده تقفل اتحط هنا هعمل كمان واحدة اتنين تلاتة أربعة أهو وراش حاجة أهو نلم عجينة الجلاش زي ما أنا بشتغل كده تاخدي رقة واحدة مش رقتين عشان أنا بتنيها أهو بتنيها 5 سنتي 5 سنتي 5 سنتي أهو وأحطها كده أهو أهو هتقولي دي سمبوسه لا دي ملهاش علاقه بالسمبوسه السمبوسه ما بتعملش بعجينه الجلاش اهو واحده كمان يلا انا هنا بكسب وقت عندي السريد الاماراتي بيستوي على النار الخبز عندي متحمص كسبت وقت واعرف ازاي استفيد بكل وقت البرنامج لان وقتنا من ذهب على شاشه القناه الاولى وعندي شوربه القرع العسل على النار استوى تغرفها واحط لها الكريمه اللباني وعندي سلطه الطماطم دي مش هتاخد مني منت متقطعة وجاهزة احط لها الزيتون الاخضر وكده عملت سفرة اماراتية بخفة دم مصرية ويا سلام لما الواحد بيحب شعب بيعشق كمان اكله ودي حاجة حلوة خلي بالكم زي الكبسة السعودي من المطبخ السعودي عملناها الاسبوع اللي فات يوم الاربعاء وكانت العزومة من المطبخ السعودي النهاردة العزومة من المطبخ الاماراتي عيني اهو نطلع فاصل وسيبوني مع البوريك بالبطاطس والجبنة ممكن يكون بوريك باللحمه ممكن يكون بوريك بالدجاج اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمراحل الأخيرة للإنجاز بتاعنا للإنتاج بتاعنا المهندس في مصنعه له إنتاج والطالب في فصله له إنتاج والشيف المغازي في مطبخه له إنتاج فأنا دلوقتي أول حاجة هعملها نبص على اللحمة مع بعض ونقفل الشوربة بتاعتنا عشان عندنا لؤيمات من المطبخ الإماراتي صلي على الحبيب قلبك يطيب ورينا جمال اللحمة ولون اللحمة وشكل اللحمة والتوابل الحلوة اللي معلية من شخصية اللحمة الضاني بيتكلم مصري هنا ايه الحلاوة دي يا شيف ايه الحلاوة دي عجبنا والشكل على فكرة الشكل يفتح النفس دي دلوقتي مش تاخد دقيقة وعلى فكرة الأكلة دي بتتصبب في السرفيز قبل الأذان مباشرة خلي بالك عاملة زي الفتة كده لما تحط اللحم وتحط المرق على العيش كلنا نتجمع على الطبليه نبدا نحط الايه كل حاجه انا هقفل الشوربه كده سريعا شوربه القرع العسلي شويه نشا قليل من الحليب او الماء الدافي تقلبهم جيدا وضعهم في الطاسه مع التقليب قوام للشوربه بس خلاص دي الشوربه بتاعتي جاهزه انا والله ممكن في حاجتين اضربها بالمضرب والقرع شايفين التفاصيل بتاعت مش محتاجه ليه اشغل مضرب عليها واحس ان انا بشرب بطاطس بوريه انا عايز تفاصيل والخيوط والانسجه بتاعت القرع العسلي تبان في قلب الشوربة مش هحط لها بهارات خالص هم شويه قرفه وشويه فلفل اسود شيل ده كده زي الفل تمام ادي الفلفل وادي سنة ملح صغيرة وادي القرفة الناعمة تاخد قرفة يا شيف بقولكيش ونقلبها كده
ونصب الشوربة ونخلص منها، وتنزل عليها الكريمة اللباني في التقديمة وهي بتغلي على النار. يلا عشان نخلص بسرعة. اللهم صل على النبي. فكرني بالبوريك يا فاروق عشان أكلك منه. نبص عليه، صلى على الحبيب. البوريك في قلب الفرن بدا يتحمر معايا. اللهم صل. ده ما بياخدش وقت كبير على فكره، لان عجينه الجلاش عمرها قصير في الفرن. بالشكل ده كده. يلا، ايه الحلاوه دي؟ يلا تمام، الشوربه بتاعتي جاهزه اهي، ارفعها من النار. يلا اهي الشوربه، الشوربه يلا اهي. انزل، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ الله يبارك لك يابا، الله يبارك لك. لسه في تفاصيل، لسه تفاصيل معانا هنا يا فندم. كريمه لباني تنزل هنا كده. يا ويلي دين يا رمضان. دي مشهوره جدا في المطبخ الاماراتي، اللي بوجه له تحيه كبيره. واسيبها، عايزه تزودي كريمه زودي حسب الرغبه، مفيش اي مشكله. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف اللقيمات بتاعتنا عشان عايزين نحمرها، ولكن للامانه انا عايز اغرف السرير، يعني هنعتبر المغرب خلاص هيأذن ونغرفه عشان ايه نشوف تفاصيله، وده مطلوب مننا. شفتوا العجينه عملت معايا ازاي؟ كنت بعجنها قبل الفاصل اهي، بصوا لي عليها كده اهي. اللهم صل على النبي. ده الخبز بتاع السريد الاماراتي، متحمص بالشكل ده كده، وقلنا تفاصيله واتعملت ازاي. جبنا العيش السوري اللي هو خبز الشراك، المسميات بتاعته اهو. سامعين الصوت ده كده؟ الصوت ده لازم، الصوت ده لازم اهو. وبعد كده يا عم الشيف عملنا ايه؟ هناخد دول شويه كده، دول نقطعهم. معانا مين يا استاذ رحاب؟ تعال نغرف السريده بقى الحلوه دي كده. اللهم صل على النبي. دي عايزه والمغرب بيأذن تسمعي صوت قرمشه الخبز الجميل ده كده، مع اللحم الجميل الابيض الحلو، مع الجزر، مع الكوسه، مع البطاطس، مع عشق التوابل والبهارات. اللهم صل على النبي. نغرفها كده بسرعه، هنغرف عليهم يا غالي. ما هي دي طقوس الاكله، لازم بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. الله، سامع الصوت ده كده؟ المرق بقى ينزل على الخبز ده يخليه طري ولطيف وحلو. يا نعم، الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ السريد من المطبخ الاماراتي بخفه دم مصريه، والاخوه في الامارات يسامحوني لو انا مقصر في حاجه، انا بجتهد لان احنا بنحبكم ولازم نشارك حضراتكم في عمل الفطار، فبنعمل الاكلات اللي المطبخ مشهور بيها. زي انتوا كده ما بتحبوا الملوخيه بتاعتنا بالارانب، وتحبوا تفاصيلنا وتحبونا، فاحنا كمان بنحبكم. ننزل بالشوربه. ايه الجمال والحلاوه دي؟ اللهم صل على النبي. الشوربه تنزل كده. تغرق الخبز. والمغرب يأذن بألف هنا وشفا. طيب تعالوا نشوفوا مع بعض البوريك اخباره ايه؟ تفاصيل. نطلعه فوق يتحمر شوية. يلا اصحى، هو ده، فكرني بيه يا فاروق. الزيت اخبار اللقيمات اخبارها ايه؟ نروق الدنيا كده عشان عايزين نحمر شوية لقيمات حلوين. ما عنديش شربات ولا حاجة، ده انا هخليهم يشربوا شربات دبس التمر. واطفي النار دي كده. اللهم صل على النبي. والنار دي كمان اطفيها عشان ما ينفعش، لان ممكن الاطفال يخشوا يبوظوا لك الدنيا. حلو، وتعالوا نحمر مع بعض سريعا واحنا شغالين كده. العجينه هتحمر اللقيمات، يبقى اول حاجه تعملي ايه؟ تشتغلي كده، تعمليها كده. تهديها كده. شفت العجينه اهي. ونبدا ان احنا نشيل ده كده. اللهم صل على النبي. ونحمر شويه مع بعض سريعا، ولو ربنا يقدرنا نحمره هنشوفه مع بعض دلوقتي سريعا. اهم حاجه دبس التمر ده، هتقولي لي بيتجاب منين؟ ده في المحلات بيتباع زي دبس الرمان كده، موجود عندنا اهوت. بنحط اللقيمات بعد ما نحمرها في طبق التقديم، وننزل عليها بدبس التمر. دي اللقيمات الاماراتيه. بناخد المعلقه بتاعتي
والزيت اخباره ايه؟ اه اللهم صل على النبي. حلو اهو، اه التحمير ده، والزيت يكون هادي علشان ما تحمرش معاك بسرعه. اهو اهو، بتحط المعلقه في الزيت وانت بتشيلي كده، اهو والمقادير على الشاشه. 3 كوبايات من الدقيق ولا كوبايتين يا استاذه رحاب؟ كوبايتين دقيق بياخدوا معلقه نشا او نص معلقه نشا صغيره، بتاعتنا بتاخد معلقتين كبار، دي اديها نص معلقه بس، ممكن من غير نشا تبقى معاك حلوه لان لازم تكون طريه من جوه. شفتي اهي، شفتي العجينه مش عايز تطلع من الطاسه. حلو، والزيت معايا زي الفل الحمد لله، واستنى عليها لما تتحمر، ويا رب الوقت ربنا يبارك لي فيه ويقولوا لي معاك يا شيف كمان نص ساعة. هتلاقي الأستاذ أحمد عوض جه واقف على راسي أهو. كفاية دول؟ كفاية دول، أه تمام. طب نشيل ده كده؟ ما أنا لما باخد من الوقت بيزعلوا مني. يا شيف عندنا البوريك بيتكلم مصري. شيل كل حاجة كده، جيب لي الطاي، جيب لي اللعيمات وهي بتطلع. إيه الجمال والحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ اه لازم الزيت يكون شديد. اه اتحمر كده، شفت بالشكل ده كده؟ اه دي لازم تكون من جوه طرية ومن بره ناشفة. نظبط الزيت كده ونسيبها تعيش مع نفسها. تعالوا نشوف السلطة بتاعتنا سريعا كده، انا مجهز كل حاجتها علشان تبقى سفرتنا كاملة مكملة. مقاديرها على الشاشة. طماطم متقطعة معانا، زيتون اخضر، بقدونس، عصير ليمون، زيت زيتون، هي دي المقادير. اه السلطة اللطيفة الحلوة دي كده، ومعانا طبق التقديم ببساطة خالص بالشكل ده كده. هنعملها ازاي؟ نعمين ست الكل زي الفل الحمد لله. ادي الطماطم معانا بالشكل ده كده، هي بس عايزة اوريك تقطعي الطماطم ازاي، لان انا بحب سلطة الطماطم المخللة على فكرة، وانا ضد الترشي في رمضان، عمر ما رحت على محل ترشي اشتريت ترشي للأمانة، مع احترامي لهم كلهم انا بحبهم واصدقائي. بس انا هعلمك تخليلي الطماطم بالزيتون الاخضر، تحطها في التلاجة وكل ما تقدم تبقى زي الجبنه الرومي كده، زي الجبنه الرومي والجبنه القديمه بتاعتنا حلوه. اه سكينه حاميه بتشيل القلب بتاع الطماطميه وتاخديها 4/4 بالشكل ده كده اهو زي الفل. وعندنا زيتون اخضر، قطع كده يتفرم بالسكينه. ركزي في المعلومة اللي جاية دي بقى، هتعجبك قوي على فكرة. اه اه طبعا اللقيمات في قلب الزيت. اه اه عشان الوقت يسعفنا. اه الزيتون يتقطع كده حلو، ونجيب بولة صغيرة. السلطة دي لو عملتها بطريقتي للأمانة مش هتروح لمحل ترشي. ناخد الزيتون ده كده، عليه شوية ثوم طازة، ركزي، سنة شبت أخضر، بصلية ناعمة، شوية بقدونس حلوين مفرومين بإيدك الحلوة، كزبرة خضراء مفرومة بإيدك، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل وكمون، الله عليك. اه زي ما أنا شغال كده. اه وزيت الزيتون معانا بالمرة. اه اللهم صل على النبي. اللقيمات أخبارها إيه؟ لما تتحمر قول لي أنا معاك. زيت الزيتون ينزل، جيب زيت الزيتون وهو نازل يتناغم فرحان رايح للطماطم. اه والكمون والملح، ونقلب السلطه الحلوه دي يا عم الشيف. ندعك بقى كده الزيتون مع الخلطه دي كده، لازم لازم دي الفرمه دي لازم. اهو الزيتون مع الخلطه دي كلها. اهو اهو عينيا يا فندم. اهو اهو شفت انا بعمل ايه؟ اهو الزيتون مع الخلطه دي كده. اهو اهو البهريز ده كده، وننزل بيه على الطماطم. يا ويلي يا ويلي، ونقلب الطماطم. هتشتري مخلل ليه؟ حاجة تفتح الشهية، مفيش أحلى من كده. أه ونقلبها ونقدمها في الطبق ده كده زي الفل. ألف هنا وشفا للي ياكل. تعالوا نطلع اللقيمات بسرعة على دبس التمر عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. أه إيه الأخبار؟ طيب أنا طبعا سيبوني أعيش مع تقليب اللقيمات، هي الفكرة بس عايز أوصلها لحضراتكم. دي هتتحمر تبقى مقرمشة من بره ومن جوه طرية، وهنزل عليها بدبس التمر اللي معايا ده كده
عشان تعرفوا مراحل العمل وسيبونا اعيش معاها. مطبخنا النهارده مطبخ اماراتي، بوجه له تحيه كبيره من القناه الاولى. احنا بنفطر فطوركم النهارده عشان بنحبكم. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.